لما نيجي نتكلم على الاكزيما هنلاقي ان اول حاجه في الديفينيشن ان اكزيما ريفيرز تو جروب اوف انفلاماتوري ديرماتوزيز. ده معناه ايه؟ معناه ان الاكزيما دي كلمه عامه في منها انتيتيز كتير قوي زي ما هنشوف. عشان كده المفروض ان الصح لما يكون قدامي كيس في العياده ما اقولش كلمه اكزيما واسكت. المفروض ان انا احاول على قد ما اقدر اعرف which type of eczema، اعرف انا بتكلم في انهي نوع eczema او dermatitis. نفس الفكره مثلا لما يجيلي patient بيشتكي من مشكله في شعره اقول ده عنده hair loss، او اخد دواء وطلع له حاجه في جلده فاقول عنده drug eruption او drug reaction. ما drug reaction ده chapter كبير، ال hair loss ده chapter كبير، ال eczema ده chapter كبير. فبالتالي المفروض انا اول خطوه ماشي فكرت ان هي eczema، دي اول خطوه. تاني خطوه بقى which type of eczema، فده المفروض احاول اوصل له عشان ابقى فعلا ماشي صح وبفكر بطريقه systematic. نفس الفكره في دراج رياكشنز، موضوع انه اخد دواء وطلع له ليجنز على جسمه، اوكي ده كده دراج رياكشن، بس اي نوع من دراج رياكشن؟ هل هو مثلا حاجه فيها بولس فبالتالي افكر في انواع اللي هي فيكس دراج وستيفن جونسون وتن ودراج انديوس بانفيجس و بانفيجويد، ولا البيشنت ده مثلا عنده ارتكاريا فيبقى ارتكاريا دراج رياكشن، ولا ماكل بابلر اكزانتم، ماكل بابلر اكزانتم وشه في ايديما وفي ايزينوفيليا وفكر في دراس وهكذا. نفس فكره في الاكزيما، الاكزيما دي كلمه عامه وده تشابتر نفسه، بس محتاجين نعرف احنا بنتكلم في انهي نوع من الاكزيما. هل ان في هل نستخدم كلمه اكزيما ودرماتيتس؟ في ديبيت على الموضوع ده بس مفيش داعي ندخل فيه قوي يعني. وان الاكزيما بتتقسم اندوجينس واكسوجينس بيزد على ايه اللي عاملها. اندوجينس اللي هي مين اللي حاجات من جوه الجسم اصلا، اللي هي زي الاتوبيك درماتيتس والسيبوريك والاستياتوتيك والفينس والالبا والديسكويد. اكسوجينس حاجه من بره مين اللي يعني الكونتاكت درماتيتس سواء ايريتنت او الرجيك او الفوتو الرجيك، دول الحاجات الاساسيه. طب الاكزيما عامه كلينيكلي بتتقسم بغض النظر ايه السبب بتاعها لاكيوت سب اكيوت وكرونيك. وزي ما احنا عارفين من الاندر جراديويت ان الاكيوت هي الحاجه اللي فيها فيزيكلز اوزنج كراستيشن. السب اكيوت بدات تنشف شويه بقى فيها اريثيما وسكيلينج. الكرونيك بدا يحصل فيها لايكنيفيكيشن، واللايكنيفيكيشن معناه ان في ثيكنينج في السكن، هايبر بيجمنتيشن واكزاجريتد سكين ماركينجز. الباثولوجي بتاعهم برضو مهم، لان انا متوقع لما اخد من الاكيوت حال ان في اكتر حاجه عملت فيزيكلز واوزنج كده ايه، ان في سبونجوزز، في انتر سيلر ايديما، يعني في ايديما في ميه داخله ما بين السيلز. ده الحاجه الاساسيه في الصاب اكيوت. احنا قلنا في ريثيما وسكيلينج، فطالما في سكيلينج يبقى اكيد في باراكيراتوز، بدا يحصل شويه اكانتوزز. في كرونيك ده في اكانتوزز، هايبر كيراتوزز، وبابيلوماتوزز. فبالتالي الاكيوت اكزيما دي السبونجاتيك اهم حاجه فيها السبونجوز، عشان كده فيها فيزيكلز اوزنج. دخلنا في الصاب اكيوت بدانا نشوف السكيلز، عشان كده مهم قوي موضوع الباراكيراتوزز. دخلنا في كرونيك اللي هو الاكنيفيكيشن اللي هو انكريس بقى ثيكننج، يعني في هايبر كيراتوزز، اكانتوزز، وبابيلوماتوزز. وفكره اكيوت وصاب اكيوت وكرونيك ده شكل كلينيكال بيكتشر اللي انا بشوفه. انا ببص لقيت عنده فيزيكلز اوزنج وكراستيشن، حول البيشنت ده عنده دلوقتي كلينيكلي اكيوت اكزيما. طب انهي نوع؟ محتاج اشوف بقى انهي نوع فيهم. النقطه الثانيه ان الاكزيما مش شرط تعدي بمراحل الاكيوت والصاب اكيوت وكرونيك. بمعنى مثلا فور اكزامبل حاجه زي بونفليكس، بونفليكس احنا بنشوفها على طول، بنشوف شكل الفيزيكلز اللي هي بتبقى ديب سيتد وجايه على الفينجرز وفيها اتشنج. فبالتالي بونفليكس هو اكيوت، هو مفيش غيره، يعني مفيش بونفليكس مثلا جاي في شكل لايكنيفيكيشن، هو بونفليكس خلقته اكيوت وبيفضل اكيوت. في انواع تانية من الاكزيما مين اللي الشكل بتاعها كرونيك اكتر، زي مثلا نيورو ديرماتيتس. في حاجات بتعدي في كل الستيجز، زي مثلا الاتوبيك ديرماتيتس يبقى اكيوت في الانفانتايل اللي هو على الوش في اوزنج وكراستيشن، يكبر شويه لما تيجي بقى في الفلكشرز والاكستنسرز وكده بقى فيها موضوع الصاب اكيوت، وفي الاولد ايج تقرب كرونيك. فبالتالي اكيوت صاب اكيوت او كرونيك ده الشكل كلينيكال اللي انا شايفه بعيني، لكن هي انهي نوع من الاكزيما ده معتمد على الديستريبيوشن والبيشنت والكاركترستكس والكلام ده. وانواع الاكزيما عامه مش شرط تعدي في تلاتة ستيجز، زي ما قلنا في انواع اكيوت وبتفضل اكيوت او الاكيوت هو مين برزنتيشن بتاعها، في انواع تانية مين بتاعها هو الصاب اكيوت، في انواع تانية بتبدا اكيوت بعدين تقلب صاب اكيوت وبعدين كرونيك وهكذا. نبدا باول حاجه في الاكزيمز واللي هي اهم حاجه الحقيقه اللي هي الاتوبيك ديرماتيتس. الاتوبيك ديرماتيتس فكرته قبل ما نبص ايه اللي مكتوب في الكتاب، فكره الاتوبيك ديرماتيتس ان ده بيشنت عنده مشكله جيناتيك، عنده جيناتيك ديفكت في السكين بارير. فبالتالي هنا في كذا نقطه، لان في جيناتيك ديفكت فزي ما جاله مشكله في السكين بارير غالبا عنده مشاكل في حاجات تانية، فبالتالي فرصه ان يكون عنده اتوبيا عامه موجوده، عشان كده اسمها اتوبيك ديرماتيتس. ان عنده جاله اكزيما بس الاكزيما سببها جيناتيك ديفكت عشان عنده مشكله في السكين بارير، وغالبا البيشنت ده اتوبيك عامه يعني عنده مشاكل تانية زي برونكيال ازمه وساينوسايتس وكونجنكتيفايتس. تاني حاجه لان هي مشكله جيناتيك في السكين بارير فانا مش متوقع مني ان انا اعمل لها كيور، لان انا مش هعرف اصلح الجين اللي فيه ديفكت. انا اللي بقدر اعمله ان انا بعمل كنترول للديزيز،
فبالتالي حاليا التريتمنت فيه جزئين، في جزء دايركتد ان انا لو في فلير او في اتاك اوقفها، في جزء تاني ان انا امنع فرصه ان يحصل له مشاكل تاني بحيث ان انا اعمل له سبورت للسكين بارير. يعني اللي عنده اتوبيك ديرماتيتس لما يجي لي في فلير او في اتاك دلوقتي هيبقى جزء من تريتمنت معتمد على ستيرويدز سواء توبيكال او سيستميك كالسيوم انهيبيتورز، كل ده هدفه ان انا بكنترول الاتاك دلوقتي. لكن على اللونج ران لازم اعمل له مينتنس بايمولينتس، يبعد الحاجات الايريتنت للسكين. ليه؟ لان البارير ديفكت موجود، موجود، انا مش هعرف اصلح البارير ديفكت، لكن انا ممكن اوفر له انفايرمنت كويسه، اوفر له سبورت عن طريق الايمولينتس والحاجات اللي بحطها له عشان اعمل ريبليسمنت للحاجات الناقصه. لكن وانس وقفت العلاج هيرجع البارير ديفكت موجود تاني، الا طبعا في بعض الحالات ان هو ممكن كل ما بيكبر في بعض الحاجات بتتحسن. لكن المبدا نفسه العام ان ده مش حاجه كيورابل، يعني مش هيجي لي النهارده اديله تريتمنت اسبوعين ويخف ويوقف، وانا هديله تريتمنت عشان حتى الاكتف اللي عنده دلوقتي بعد اسبوعين هيجي لي هديله تريتمنت تاني يكمل عليه على طول عشان نحافظ على الايفكت اللي وصلنا له. فدي نقطه مهمه. حاجه تانية مهمه في الاتوبيك ديرماتيتس ان هو مش مجرد حاجه في السكين، هو معاه حاجات تانية كتير، بمعنى هو مش مجرد مثلا اكزاما تسيجن في السكين، لا، ممكن معاه تشينجز زي الداني مورجن انفرا اوربيتال فولد، ممكن معاه بتريز البا، يجي معاه فاميلي هيستوري، يجي معاه كذا حاجه. فبالتالي له كرايتيريا، والكرايتيريا دي مهمه جدا ان انا ابقى عارفها عشان اشخص بيها الكيس، وعشان الاسوشيشنز اللي فيها دي تهمني، يعني الماينر كريتيريا اللي فيها تهمني. لان بيشنت لما يجي لي عنده حاجه منهم ممكن اشك ان هو اتوبيك ديرماتيتس ادور على الباقي، والبيشنت اللي عنده اتوبيك ديرماتيتس لما يجي لي بحاجه منهم ما اتخضش لان انا عارف ان هي من الماينر كريتيريا اصلا من الاول. طب نبص كده، زي ما قلنا فكره الاتوبي يعني ايه، يعني هو عنده inherited tendency to develop allergy، فغالبا هيبقى عنده ترايات بتاع الاتوبيك ديرماتيتس، الراينو كونجنكتيفايتس والبرونكيال ازما. حاجة اسمها الاتوبيك مارش، هو بيبدأ بحاجة بعدين يكمل بالباقي. طب البريفلنس هو حاجة كومن، بس يمكن الغريب في الموضوع ان هو بيبقى بيجي اكتر في الناس اللي عايشين في الاربن وهاي انكم كونتريز، بمعنى ان الطفل اللي عايش في ظروف اقل عادة ما بيجيلوش اتوبيك ديرماتيتس. التفسير بتاع ده ايه؟ ان في جزء من الاتوبيك ديرماتيتس معتمد انت عندك ديفكت في السكين بارير، فبالتالي البيشنت لما يتعرض لانتيجنز وانفكشن بيحصل له اريتيشن فالموضوع يزيد. لكن بيقول لك الطفل اللي هو كان قاعد في اوريدي في لو انكم كونتري او اللي ظروفه المحيطه عنده لو انكم، فهو بالتالي على طول عمال يتعرض لالرجنز والانفكشنز، فجسمه بيتعود من الاول فما عندوش مشكله فما يجيلوش اتوبيك ديرماتيتس. عكس اللي عايش في حته يعني اوربن او هاي انكم اريا، فبالتالي هو بقى متحافظ عليه من الانفكشنز ومن الالرجنز اللي موجوده، فلما تيجي بعد كده ما يكبر ويجيله حاجه فيهم بتعمل له مشكله. عشان كده الاتوبيك ديرماتيتس اكتر في الهاي انكم وفي الاوربن عكس اللو انكم كونتريز، ده عكس ما احنا متوقعه. المتوقع ان هو يجي في الناس اللي ظروفها الماديه اقل، لكن لا، الحقيقه ان هو بيجي في الناس اللي ظروفها الماديه احسن، لان هم دول اللي بيكونوا محميين من الالرجنز وهم صغيرين، فبالتالي لما يتعرض على كبر بيجيله مشاكل اكتر. الاتوبيك ديرماتيتس لما نيجي نقسمها بنقسمها ممكن على حسب الايدج اوف اونست، على حسب الليفل اوف اي جي اي. ليفل اوف اي جي اي ده موضوع ان هي في ترو في نون اليرجيك، يعني دي موجوده التقسيمه دي، بس تقسيمه طبعا الاهم اللي هي حسب الايدج اوف اونست. في عندنا ايرلي اونست اللي هو الانفانتايل، وبعدين في ليت اونست، وفي عندنا سينايل اونست، ده على حسب الايدج. وبرده هنكمل حسب كلينيكال بيكتشر اللي هي بقى انفانتايل وتشايلد وادلت وفكره بتاعت الليت اونست. لما نيجي نبص على الباثوجينيسيس هنلاقي ان هو بيتقسم لحاجات جيناتيك، فالمشاكل الجيناتيك دي هتؤدي لايه؟ تؤدي ان انا عندي epidermal barrier dysfunction immune dysregulation. لما يكون في epidermal barrier dysfunction immune dysregulation ده معناه ان البيشنت لما يتحط في environment فيها مشاكل الموضوع هيزيد عليه، فبتبقى فيه environmental factors. فالموضوع ترتيبه كده، عندي مشكلة جيناتيك، بسبب المشكلة الجيناتيك دي بقى عندي epidermal barrier dysfunction و immune dysregulation، ده خلى البيشنت susceptible اهو. يجي بقى الحته الانفايرمنتال تزود له المشكله ويبان فعلا الايفكت عليه. طب اول حاجه ان في مشاكل جيناتيك، زي في اي حاجه جيناتيك، ايه الايفيدنس ان المرض اللي قدامي فيه مشكله جيناتيك؟ ان الاقي الكونكوردنس ريت اكتر في المونوزايجوتيك توينز عن الدايزايجوتيك. يعني مونوزايجوتيك هما الاثنين بيجي لهم مقارنه بالاثنين الدايزايجوتيك، ده معناه ان فعلا في مشكله جيناتيك. ان الاقي في بوزيتيف فاميلي هيستوري وبارنتال هيستوري اوف توبيك ديرماتيتس، ده سترونج ريسك فاكتور. وهنشوف بعد شويه ان الهيستوري اصلا ده من النقط المهمه اللي موجوده في الميجر كريتيريا اوف دايجنوزس. طب احنا قلنا دلوقتي ده تفسير او ايه الايفيدنس ان في جينيتك اليمنت. طب هو الجينز امبليكيتد ايه، او المشكله حصلت فين؟ المشكله حصلت في الابيديرمال بروتينز، بالذات الفلاجرين. الفلاجرين احنا قلنا
نفس الكلام ده قبل كده في الحتة بتاعت الجينو، ان حاجة اسمها filament aggregating protein اللي هو الفلاجرين او فلاجرين. فانا عندي مشكلة في الفلاجرين، عندي مشكلة في حاجة اسمها سبينك 5 اللي هو سيرين بيبتايديز انهيبيتور، يعني بيعمل انهيبيشن للسيرين بيبتايديز، اللي هو من غيره البيبتايديز هيشتغل اكتر فيكسر اكتر فيبوظ البارير. فبالتالي لما يكون عندي مشكلة في الفلاجرين اللي هو الفيلمنت اجريجيتنج بروتين اللي هو كان بيجمع فيلمنتس مع بعض، ومشكلة تانية في السبينك 5 اللي هو سيرين بيبتايديز انهيبيتور اللي هو كان بيعمل انهيبيشن للبيبتايديز، فبالتالي هيحصل عندي امبيرد ايبيديرمال بارير، وهنتكلم عليها بالتفصيل دلوقتي. تاني حاجة ان الموضوع بس مش في الابيديرمال بروتينز، لا ده ممكن يبقى له علاقة ببروتينز لها immunological function. فبالتالي لما يكون في مشاكل في بروتينز لها immunological function كده يحصل مشاكل immunological وبيكون في immune dysregulation. يبقى دي أول مشكلة genetic. وزي ما قلنا الفلاجرين بيعمل ايه؟ بيعمل aggregation للكيراتين filaments وبيزود ال water binding capacity. وناخد بالنا ان الفلاجرين لما بيتكسر بيطلع حاجة اسمها natural moisturizing factor، والناتشر موسترايزنج فاكتور واضح من اسمه ان هو زي ايمولينت للجلد. ففي الناس اصلا سنهم اكبر بيقل عندهم الناتشرال موسترايزنج فاكتور، فبالتالي فرص الدراينس عندهم اكتر، ده في السن الكبير. لكن هنا عندي مشكله جيناتيك ديفكت من الاول، وعندي مشكله في الفلاجرين من الاول، وعندي ناتشرال موسترايزنج فاكتور قليل من الاول، فبالتالي فرص الدراينس عاليه جدا. تاني حاجة علاقة الأتوبيك ديرماتيتس بالإكتيوزس فالجاريس، لأن في الإكتيوزس فالجاريس كان عنده مشكلة برضه في الفلاجرين جين، عشان كده في الإكتيوزس فالجاريس كنت تلاقي في جزء منهم عنده أتوبيك ديرماتيتس. احنا هناك في الإكتيوزس قلنا حوالي 25 لـ50% منهم عنده أتوبيك ديرماتيتس، ممكن عن الأتوبيك 10% عندهم إكتيوزس فالجاريس. فبالتالي الاتنين ليهم علاقة ببعض. ليه ليهم علاقة ببعض؟ لأن الاتنين بيعملوا نفس المشكلة في الفلاجرين جين. الإبيديرمال بارير ديسفانكشن، احنا قلنا عندي مشكلة في الفلاجرين، فبالتالي في مشكله في الاجريجيشن بتاع الكرم الكيراتين فيلمنتس، في عندك مشكله في الووتر بايندينج كاباسيتي، في عندنا نقص في الناتشرال مويسترايزنج فاكتور، فبالتالي في ديكريز في البارير اللي موجود، في لوس اوف ووتر اكتر، في دراينس بيحصل اكتر. تاني حاجه انت عندك نقص في السبينج 5 جين اللي هو سيرين بيبتايديز انهيبيتور، فبالتالي بيبتايديز بيزيد، يعني الانزيم اللي بيكسر بيزيد، فيزود الديجراديشن بتاع الكورنيو ديزموزومز والليبيد بروسيسنج انزيمز، فبتعمل بريك داون في البارير، وكان بيحصل ديستربد ماتيوريشن في اللاميلر بودز، فبالتالي بيتاثر الليبيد ميتابوليزم والليبيد كومبوننت بتاع البارير. ايه الايفكت بتاع كده؟ زي ما قلنا انت ما عندكش فيلاجرين كويس، ما عندكش بارير كويس، ناتشرال مويسترايزنج فاكتور قليل، في لوس اوف ووتر، في مشكله في الليبيد اليمنت اللي موجوده، فبالتالي بقى في دراينس وسكيلينج في السكين اكتر من الطبيعي، لان في increased trans epidermal water loss، وكمان ال environmental factors طرف تعمل penetration اكتر، فبالتالي risk of infection و colonization و irritation يبقى اكتر. فكده دي مشاكل اللي حصلت في البارير. كمان هنروح الحتة بتاعت immune dysregulation بالمرة، ان انت ان عندك genetic defects كانت موجودة في الحاجات ال immune system، فبالتالي ال antimicrobial peptides بتكون down regulated، فبتزيد فرص ال infection هنا. وده عكس اللي كان بيحصل في السورايس. في السورايس كان عنده اب ريجيليشن في البيتا ديفنسين والحاجات بتاعت الانتي ميكروبيال بيبتايدز، فعشان كده فرص ان يجي انفكشن في السورايتك سكين كانت قليله، عكس الاتوبيك ديرماتيتس ده هو هنا عنده من الاول اصلا جيناتيك ديفكت، وعنده مشكله في البارير، وعنده فرص البنتريشن للبارير اعلى، بلس ان هو عنده الانتي ميكروبيال بيبتايدز فيها داون ريجيليشن، فبالتالي فرص الانفكشن تبقى زايده. ونتيجة كده الانفيرمنتال فاكتور هنا مهم، والانفيرمنتال فاكتور فيه جزئين، في جزء انفكشن زي ما قلنا الانفكشن عنده سهولة ان هو يدخل، واهم انفكشن هو الاستاف اوريس، لان الاستاف اوريس بيعمل كولونايزيشن في اكتر من 90% من الاتوبيك ديرماتيتس بيشنتس، واللي عامل كولونايزيشن زي ما موجود اهو بين قوسين عشان الامبيرد بارير، ديكريز ليفل اوف انتي مايكروبيال بيبتايدز، فرص ان في اكزيماتس او اكسكوريتد سكين فالانتيجن او بكتيريا عارفه تدخل اسهل، والاستاف اوريس لما تدخل ما ده هيزود الانفلاميشن، لان هي فيها سيل وول كومبوننتس بتعمل ريكوجنيشن للتول لايك ريسبتور 2. هنا التول لايك ريسبتور جايبين سيرته برضو زي ما كنا جبنا سيرته في الاكني. في الاكني قلنا ان البروبولين بكتيريوم اكني كانت بتشتغل على التول لايك ريسبتور فبتعمل انفلاميشن، وقلنا ساعتها في الاكني في نوعين من الانفلاميشن، ايرلي نون سبيسيفيك، ايرلي سبيسيفيك وليت نون سبيسيفيك. الايرلي سبيسيفيك انفلاميشن ده اللي كان بيحصل مع التول لايك ريسبتور، وكان ده نيو ثيوري اللي كانت بتحصل مع البروبولين بكتيريوم اكني. الليت نون سبيسيفيك انفلاميشن ده كان بيحصل في الاخر لما المايكرو كوميدو تتجمع جوه الدبري والبكتيريا وبعدين تفرقع فتخش في السكين اللي جنبها فتعمل انفلاماتوري بروسس.
هي نفس الفكرة. التول لايك ريسبتور ليه رول في الانفلاماتوري بروسس. طب مين عمل اكتيفيشن للتول لايك ريسبتور؟ الستاف اوريس. طب ايه اللي جاب الستاف اوريس؟ ان هي عامله كولونايزيشن في اكتر من 90% من البيشنتس. طب ليه هي عامله كولونايزيشن؟ عشان عندهم مشكله في البارير، عشان عندهم داون ريجليشن في الانتي مايكروبيال بيبتايدز. الستاف اوريس بتطلع سوبر انتيجن وانتيرو توكسين فتزود. ده جزء. الحاجه الثانيه انفكشس ايجنتس بتكون اكتر، وده نقطة مهمة جدا. يعني مثلا هيربس سيمبلكس فيروس، واهم اكزامبل ليه الاكزيما هيربتيكم. لما جينا اتكلمنا على هيربس سيمبلكس قلنا في حاجة اسمها اكزيما هيربتيكم او كابوسي فاريسيليفورم ايربشن، ده كان معناه ان يبقى في ديسيمينيتد هيربس سيمبلكس فيروس انفكشن بيجي في العينة اللي عندهم ايبيدرمال بارير ديفكت واللي على رأسهم اللي بنتكلم عليهم دلوقتي اللي هم الاتوبيك درماتيتس في شكل مونومورفيك هيموراجيك كراستد بابيولز. بتيجي اكتر ممكن في الفيس، اكتر في الاطفال عندهم اتوبيك درماتيتس، ودي كانت من الحاجات اللي الانديكيشن فيها سيستميك اسايكلوفير. الملاسكم كونتاجيوز من العين الاتوبيك، فرص ان ينقل الملاسكم لنفسه اكتر لانه عنده مشكله في البارير ديسفانكشن. عشان كده لما يجي لك عين اتوبيك وعنده ملاسكم في كذا حته، انا محتاج اعالج حاجتين، محتاج اعالج الملاسكم اللي موجود ومحتاج اعالج الاتوبي. لان انت لو عالجت الملاسكم لوحده فماشي، انت ضيعت جزء كبير من الانفكشن، لكن السبب في السبريد اوف انفكشن لسه موجود اللي هو الاتوبي او الدراي سكن او البارير ديفكت اللي موجود، فبالتالي هيجي له ملاسكم تاني وتالت ورابع. يبقى لازم اعالج الحاجتين، اعالج الملاسكم واعالج الحاجه الاندرلاينج اللي خلت تيجي له ملاسكم كتير اللي هو الاتوبيك درماتيتس في الحاله دي. other triggers السويتنج، الهار سوب. عشان كده العين اللي عنده اتوبيك درماتيتس بنقول له ما تلبس، البس حاجات قط. لما يجي مثلا يستحمى بيستحمى بحاجات ما فيش فيها صابون عادي عشان ما تعملوش اريتيشن. ياخد باله من الايموشنال ستريس، لما يجي ينشف ينشف طبطاب ما ينشفش جامد. كل دي حاجات بتزود الفرص. الفود هايبر سنسيتيفيتي، في ناس عندهم قابليه عندهم فود هايبر سنسيتيفيتي اكتر بالذات في حالات الاتوبيك درماتيتس. الاميونيتي برضو فيها جزء من التي هيلبر 1 والتي هيلبر 2. التي هيلبر 1 بيبقى موجود في كرونيك، يعني خلينا نقول ان التي هيلبر 2 موجود في الاكيوت كيسز، ولما تقلب كرونيك بيبقى عندهم تي هيلبر 1. يبقى ملخص الباثوجينيسيس كده تاني ايه؟ باثوجينيسيس عين الاتوبيك درماتيتس ده كان عنده جينيتك ديفكت، وقلنا ايه اللي يؤكد ان عنده جينيتك ديفكت؟ موضوع ان الكوكورنرز ريت اكتر في مونوزايجوتك توينز، وجود البوزيتيف فاميلي هيستوري. طب هي ايه الجينز اللي اتاثرت؟ اتاثر حاجتين اساسيين، حاجات في الابيديرمال بروتينز وحاجات في الاميونيتي. في الابيديرمال بروتينز اتاثر الفلاجرين اللي هو فيلمنت اجريجيتنج بروتين، وده هياثر على الابيديرمال بارير زي ما هنقول دلوقتي. وتاني حاجه اتاثرت كان في الابيديرمال بروتينز اللي هو السبينج 5 جين اللي هو بي انكود السيرين بيبتايديز انهبيتر، فبالتالي السيرين بيبتايديز انهبيتر قل، يعني السيرين بيبتايديز اشتغل اكتر، فده هيكسر حاجات اكتر وهتشوف المشاكل بتاعته دلوقتي. كمان انت بتاثر على جينات العلاقه بالاميونيتي، فلانك اثرت على جينات العلاقه بالاميونيتي اثرت على موضوع الاي جي اي، ممكن تكون زودت التول لايك ريسبتور 2، ممكن تكون عملت ان قللت الانتي مايكروبيال بيبتايدز فبالتالي زاد فرص الانفكشن. فده اول حاجه الجينيتك. طب الابيديرمال بارير ايه اللي حصل بيه بالتفصيل؟ اللي حصل بيه كان نتاج مشاكل الجينيتك، نتاج مشكله في الاجرين ان عنده مشكله في الابيديرمال بارير وزاده في البنتريشن، وان مفيش اجريجيشن ومفيش ناتشرال موستورايزنج فاكتور فبالتالي في دراينس وسكيلينج. مشكله ان هو عنده سيرين بيبتايديز انهبيتر قليل فبالتالي سيرين بيبتايديز زاد فبالتالي كسر الكورنيو ديزموزومز فبالتالي برضه بوظ البارير، وفي مشاكل في ليبيد ميتابوليزم وقلل الليبيد كونتنت وزاد البنتريشن. لان عنده مشاكل جيناتك في الاميونيتي فقلل الانتي مايكروبيال بيبتايد وزاد التول لايك ريسبتور وحصل مشاكل في الاميونيتي. كل ده كمان يزيد امتى؟ لما يجي له حاجات انفايرمنت على راسها الستاف اوريس كولونايزيشن، وفهمنا ليه بيحصل وبيعمل ايه. وكمان حاجات الانفكشنز تانية قلنا اكزامبلز مهمه جدا زي الهيبر سيمبلكس فيروس اللي بيعمل اكزيما هيربتيكم ولاسكم كونتاجيوز، لما يكون ديستيمينيت لازم تعالج مع الاتوبي علشان ما يرجعش يزيد تاني. التريجرز التانية زي الالرجنز، الهاوس داست مايت، السويتنج، الهارش سوب، الول. عشان كده بديله شويه تعليمات اقول له خد بالك لازم تنشف متقطعه، ما تنشفش جامد، تلبس لبس قط، ما تلبس لبس عادي، نحاول نافويد السويتنج، نافويد الايموشنال ستريس، ونجي له فود هايبر سنسيتيفيتي، وناخد بالنا ان الاميون ديس ريجوليشن بيبقى تي هيلبر 2 في الاكيوت، بعد كده تي هيلبر 1 في كرونيك، وان لو انت في انتجن عايز تاخده توديه للتي سيل عشان موضوع التي هيلبر ده، فيبقى نفس فكره الباثوجينيس بتاع السورايس، انت عندك اللانجرهان سيل قاعده، تاخد الانتجن تروح بيه على الليمف نود، في الليمف نود في نايف تي سيل، تي سيل يحصل لها اكتيفيشن، تعرف ازاي انها تروح للسكين لانها سكين هومنج، لان عندها كوتينيوس ليمفوسايت انتجن اللي بيمسك في الاي سيل لاكتين اللي موجود على البوست ديرمال كابيلري فانيول، فتروح هناك وتعمل الايفكت بتاعها. ده كده الباثوجينيسيس. طب ايه كلينيكال بيكتشر؟ هان السيمبتومز ممكن نبص على شكل سكين ليجنز، بس انا احب الاول ان احنا نبص على ايه هي الستيجز. السيمبتومز عامه ايه؟
هو عنده اتوبي، فبالتالي موضوع البرايتس هيبقى موجود، برايتس بتزيد اكتر بالليل. فكرة ان هو اتش ذا تراشز لانه ممكن يهرش بعدين يظهر له ليجنز، مش شرط تظهر على طول. مهم ناخد بالنا ان برايتس هنا سببه الاساسي انترلوكن 31 مش الانتي هيستامينز، عشان كده الانتي هيستامينز ملهاش رول قوي في تريتمنت الا لو كانت سيديتنج، لان احنا نايم العيان. لما لو انتي هيستامين عاديه، هو الحقيقه الهيستامين ملوش رول اصلا في الاتشنج، هو ليه رول هو الانترلوكن 31. طب السكين ليجنز شكلها ايه؟ قلنا زي اي اكزيما، يا اكيوت يا سب اكيوت يا كرونيك، بس الموضوع بيعتمد انت في انهي ستيج عشان يظهر انهي سكين ليجنز. طب موضوع الستيجز ده جه منين؟ احنا اصلا بنقسمها لستيجز، قلنا في انفانتايل تشايلد وادلت. انفانتايل اللي هي افتر سكند مانث، اقل من يعني بعد شهرين، من شهرين لسنتين تقريبا بتحصل، وجايه اكتر على تشيكس وشكلها اكيوت، اللي هي اوزنج كراستيشن وفازيكلز. التشايلد ده الصاب اكيوت اللي هو اريثيما وسكيلينج، وجايه اكتر في الفلكشرز فلكشرال اكزيما. الادلت بتكمل الفلكشرز كمان بس بيبقى فيها لايكنيفيكيشن. طب ايه الكومبليكيشنز بتاعه الاتوبيك درماتايتس؟ اول حاجه سكين كومبليكيشنز قلناها خلاص، قلنا ممكن يجيله انفكشنز بسهوله. الستاف اوريس عامله كولونايزيشن، ده موجود من الاول. هيربس سيمبلكس جه جامد يعمل لك اكزيما هيربتيكم، قلنا شكلها عامل ازاي. الملاسكم جات لك ممكن تبقى ديسيمينيتد. الاتوبيك درماتايتس من ضمن اسباب الاريثروديرما بالذات في التشيلدرن، فمن ضمن اسباب الاريثروديرما في التشيلدرن هو الاتوبيك درماتايتس، فممكن تقلب الاريثروديرما. تعمل كومبليكيشنز ثانيه؟ اه ممكن تعمل اكيوت كونجكتيفايتس. ممكن في الاتوبيك اي ديزيز، هو عامه عيان الاتوبيك عنده مشاكل في عينه، وهنشوف في كرايتيريا زي الكراتو كورنس زي الداني مورجان انفرا اوربيتال فولد، وما قوي عندنا بيري اوربيتال داركنج. فانت بالنسبه لك اللي هتشوفه كلينيكلي كجلديه هو الداني مورجان فولد والبيري اوربيتال داركنج. فخد بالك ان السكين اراوند اي لو في واحد جاي يشتكي ان حوالين عينه في غامق، ممكن ده يكون جزء من اتوبيك درماتايتس. يعني اتوبيك عينه غامق، جزء منها ممكن يجي من الاتوبيك درماتايتس، especially اللي هو بيقعد يهرش كتير في المكان ده. ليها طبعا مشاكل psychological عشان هتأثر على patient تعامله مع الناس. ايه بقى الاسوشيتد فيتشرز؟ ودي اللي انا هشوفها في كرايتيريا بعد شويه. اول حاجه دراي سكين، دراي سكين زيروز، ده متوقع يكون عند الاتوبيك patient. تلاقي شويه فاين سكيلينج موجود، يبقى generalized، في طبعا معاه زياده في الاتشنج. وقلنا السبب ايه؟ ان في increase في trans epidermal water loss، ان انت عندك مشكله في البارير، ان انت عندك decrease في الليبيدز، واكتر ليبيد بيكون ناقص واهم واحد هو السيراميد. عشان كده المويسترايزرز او الايمولينس المحترمه اللي بتعالج الاتوبيك درماتايتس هتلاقي ان في جواها سيراميد عشان يعوض النقص اللي موجود. ممكن تلاقي معاك اكتيوز فالجارس، وده حاجه ما تفاجئكش، احنا زي ما اتفقنا الاكتيوز 25 ل 50% مع اتوبيك درماتايتس، والاتوبيك 10% مع اكتيوز، لان هما الاثنين فيهم مشكله في الفلاجرين جين. كيراتوز سبايلاريس، كيراتوز سبايلاريس دي اللي هي بتبقى كيراتوتيك بابيولز، بتيجي اكتر فين؟ في عند الايد من فوق كده على الدراع عند الارم، او تيجي في الانر ثاي. دي ممكن تيجي في الناس لوحدها، وممكن تيجي جزء من الاتوبيك درماتايتس. بالمو بلانتر هايبرلينيريتي ممكن تحصل، تلاقي في انكريس بروميننس في البالمر وبلانتر كريزز. داني مورجان انفرا اوربيتال فولد، تلاقي تحت العين كده في خط زياده واصل لنص العين، ده بيجي اكتر في الدارك سكين، وموجود برضو في الاتوبيك درماتايتس. بري اوربيتال داركنينج، قلنا مكان مع العين عمال يروش حوالين العين، وممكن تلاقي فيه داركنينج وثيكنينج في السكين بري اوربيتال. انتيري ناك فولدز، يعني ممكن يبقى فيه فولدز موجوده في الناك من قدام. هيرتوخ ساين اللي هو ابسنس اور ثيننج اوف لاترال اي براو، فالاي براو واللاترال ممكن يبقى لوست في الاتوبيك درماتايتس. باسكر استجمات اللي هي هيد لايت ساين، ان هو تلاقي فيه الميد فيس فيه بالر في النص. دول الحاجات هم جدا اللي بنشوفها كتير، الفوليكولر بروميننس او الجوز بامب لايك سكين. فكره عاده الاتوبيك درماتايتس لما تيجي في دارك سكين بتبقى عامله حاجه اسمها بابيلر اكزيما، تلاقي كده بابيولز كتير زي فوليكولر سكين او جوز لايك سكين مالي الجسم، ده ممكن يحصل مع الاتوبيك درماتايتس برضه. وبتريز قلبه ممكن تبقى جزء من الاتوبيك درماتايتس. طب الباثولوجي ايه؟ على حسب انت واخد حاله، لو واخدها اكيوت ولا صاب اكيوت ولا كرونيك. وقلنا الاكيوت اهم حاجه فيها موضوع الاسبونجوزز، الصاب اكيوت فكره الباراكريتوز والارثيما وسكيلينج وسوريزيفورم. الكرونيك ان هي فيها لايكنيفيكيشن، يعني تحت الباثولوجي هتلاقي ايه؟ تلاقي اكانتوزس هايبركريتوز بابيلوماتوزس. الدايجنوستيك كريتيريا، ودي مهمه جدا عشان الواحد بيتسال فيها، عشان انت هتحتاجها وانا ببص على الكيس في العياده. فيها اول حاجه انا عارفين ان في كذا كريتيريا، يمكن اشهرهم اللي هو الهانفن وراشكا كريتيريا. الكريتيريا بتقول ايه؟ انا عندي ميجر محتاج 3 من 4 وعندي ماينر، نبص عليهم كده مع بعض. الميجر اول حاجه بروريتس، اكيد احنا قلنا ده الاتوبيك درماتايتس اتش ذا تراشز. الاتوبيك درماتايتس كان عنده دراينس وعنده مشاكل في البارير، فاكيد لازم يكون بيخش برايتس، انا محتاجه تكون موجوده في الكرايتيريا. تاني حاجه تيبيكال مورفولوجي اند ديستريبيوشن، بمعنى لو دخل عليك الحاله طفل صغير يبقى انا مستني اشوف المورفولوجي اللي هو الاكيوت اكزيما اللي هي فازيكلز اوزنج كراستيشن، في تيبيكال
distribution اللي هو فين على cheeks. لو انت داخل عليك الحالة child يبقى انا مستني اشوف المورفولوجي اللي هو sub acute eczema اللي هو erythema و scaling في typical distribution اللي هو flexural. لو جاي لك حد كبير يبقى انا مستني اشوف lichenification في الflexures. تالت حاجة chronic او chronically relapsing dermatitis. احنا قلنا في الاول ده مرض فيه جزء genetic، عندك مشكلة في البارير، فهو العين مش هيخف، والعين بيبقى controlled بس مش بيخف كده مرة واحدة، فبالتالي لازم يكون جاي بيشتكي من حاجة chronic، يعني على طول عنده مشاكل دي، او at least chronic relapsing، يعني تبقى عنده مشكلة شوية بعدين يتحسن شوية لو environment اتغيرت او خد treatment وبعد كده ترجع له تاني. personal او family history of atopy، يعني patient ده شخصيا الطفل اللي قدامي دلوقتي بيشتكي ان عنده برونكيال ازمة او rhinitis او conjunctivitis، او حد في عيلته بالذات في ال first degree relatives بيشتكي من الموضوع ده، يبقى دي major criteria. دخلها في العياده طفل انا شاك ان هو اتوبيك ديرماتيتس، لقيت واحد بيهرش بساله طلع عنده برونكيال ازمة لان هو طفل، فانا مستني اشوف الصاب اكيوت اكزيما اللي جايه في الفلكشرز الحاجات دي موجوده، خلاص كده ده اتوبيك. واكد لي كمان لما سالته قال لي ده انا بقالي سنين في الموضوع ده بتروح وتيجي. طب ايه ماينر كريتيريا؟ محتاج ثلاثه منها، زيروزس هنقول اكيد في دراينس، ريكارد كونجنكتيفايتس مشاكل بقى العين اللي هي كانت ريكارد كونجنكتيفايتس وكراتوكونس. الحاجه اللي انا قلت لك هتشوفها بعينك في الجلديه كالعين اللي هي كانت مين اوربيتال داركنينج، دي كانت الحاجات اللي ممكن اشوفها بنفسي، والداني مورجان انفرا اوربيتال فولد، البترياز البا. وهنا ده ليه اهميه في حاجتين، لما يجي انا اتوبيك ديرماتيتس وعنده بترياز البا ما تخضش لان هي ماينر كرايتيريا، ولما يجي لي طفل داخل عياده شكوته الاساسيه بترياز البا اسال على بيت الكرايتيريا احسن يطلع اتوبيك ديرماتيتس، يبقى انت ساعدته وتعالجه. ممكن تبقى بترياز البا لوحدها لان ده نوع من كرونيك سوبرفيشال ديرماتيتس، ممكن تكون جزء من الاتوبيك ديرماتيتس. الكيلايتس الاكتيوزز قلنا موضوع النيبل اكزيما الانتيريور نيك فولد الايرلي ايج اوف اونست، كل دي حاجات موجوده في الماينر كريتيريا. ومرة طبعا التكمله بتاعتها اللي هي تندنسي ان يجي له نون سبيسيفيك انفكشنز برايتس وان سويتنج، كل دي حاجات موجوده. في كريتيريا تانية اللي هي يو كي وركينج كريتيريا، برضه خلينا الفكره بتاعتها مشابهه شويه ان هو اتش سكين ديزيز ومعاه حاجات تانية، او الامريكان اكاديمي كريتيريا برضه نبص عليها، بس هم في الاخر الفكره متقاربه، محتاجين بس نبقى عارفين الكرايتيريا. بس الكرايتيريا مهمه لان ساعات بيسال ايه هي الكرايتيريا وقول لي الكرايتيريا موجوده ايه بالظبط. الديفرنشال دايجنوز اعتقد ده ممكن يتقري ما فيش مشكله فيه. نيجي نبص على البروجنوز، زي ما قلنا ان في جنرال تندنسي توورد سبونتينيوس امبروفمنت ده وارد، بس انا مش فيدي انا اعالج البيشنت، هقول البيشنت والله انت عندك مشكله في الجينات، عامله مشكله في الجلد ان الجلد مثلا حساس، او عندك مشكلة في الجلد ان هو بيتأثر بسهولة، فبالتالي الموضوع محتاج علاج منتظم. في بعض الناس نسبة كبيرة مع الوقت لما بيكبروا الموضوع بيتحسن، بس دي حاجة مش أكيدة. وطبعا امتى اقول بور بروجنوز؟ الموضوع هيكمل معاه لما يكون الموضوع سيفير من بدري، بادئ من بدري معاه أزمة، الاي جي عالي، في فاميلي هيستوري، كل دي حاجات بترشح ان غالبا البيشنت ده مش هيخف لوحده وهيفضل مكملين مع بعض فترة طويلة. برايمري بريفنشن اوف اتوبيك ديرماتيتس، انت عشان تقلل فرصة جيل اتوبيك ديرماتيتس فكرة بقى هنبص عليها موضوع ان انت تدي probiotics breast feeding، دي كلها حاجات ممكن تساعد شوية في الموضوع. هندخل بعد كده على التريتمنت، زي ما قلنا chronic relapsing disease، فانت عندك فيه حاجتين، عايز اعالج الاكيوت فلير الاتاك اللي حاصلة دلوقتي ده reactive management، وعايز اعمل maintenance امنع الريلابس اللي هو reactive management. وناخد بالنا ان زي ما مكتوب هنا control rather than cure، لان زي ما اتفقنا هو مشكله جينيتك مش هتخف لوحدها، انا بتحكم فيها. طب ايه اللاينز اوف تريتمنت؟ اول حاجه اعمل له ايديوكيشن، الحاجات اللي كانت بتزود خد بالك بلاش منها، يحافظ على الجلد كويس لما يجي زي ما قلنا يستحمى، موضوع اللبس، السواتنج، الاسترس، كل دي حاجات نعملها. تاني حاجه لو انت في فاكتورز معينه بتزود حبعد عنها، اللي هو عنده الرجي من حاجه معينه حاول ابعد عنها، وحاول اقلل شويه الهاوس داست مايت. البكتيريا كولونيزيشن دي من الحاجات المهمه جدا اللي لازم اعرفها، ان زي ما اتفقنا ستاف اوريس كولونيزيشن كان موجود في 90% من الحالات، فمحتاج اقلله، يا اما استخدم كلينزر وايمولينز فيها انتي سيبتكس، او موضوع ان هو يستحمى في الكلور بتاع البيت اللي هو 0.05% صوديوم هيدروكلورايد باث، هو بيجيب نص كوبايه ويحطها في الباث توب كامل ويستحمى بيها. برضو عايز اقلل الانفكشن، انترميتد يوز اوف انترانيزل ميوبايروسين اوينتمنت، احنا كنا قلنا حتى الحكايه دي قبل كده في الجزء بتاع الانفكشنز، لما عين بيجيله ريكارنت امبيتايجو بشك ان في بكتيريال كولونيزيشن، فما خليه يحط الميوبيراكس او مرتين كده في اليوم او مرتين في الاسبوع اتليست، فين؟ عند فتحه المناخير عند النوز وبيري ان اللي عندي اماكن كولونيزيشن، فهي نفس الفكره ممكن اعمل كده.
السكين كير بقى مهم عشان احافظ على الباري فانكشن، استخدم ايمولينس على طول على الاقل مرتين في يوم، ويكون فيها الليبيدز انا محتاج اعوضها اللي كان بالذات فيهم السيرامايد، والايمولينس لما يتحط بستخدم على كل الايريز اللي موجوده، لما يستحمى ينشف على طول يحط الايمولين بعدها عشان يحسن الابزوربشن اللي هي 3 مينيت رول اللي هو ابلكيشن اوف ان ايمولين تو ذا سكين وذين 3 مينيتس افتر باثينج عشان احافظ على الهيوميديتي اللي موجوده في السكين. انتي انفلاماتوري انتي هيستامينز هحتاجها، احنا قلنا الاتش يعني الهيستامين نفسه ملوش رول بس ممكن ادي حاجه سيديتنج كان يتقل الاتش شويه. التوبيكال ثيرابيز استخدمنا كورتيكوستيرويدز في الاتاكس الجامده عشان احافظ عليها. كالسيوم انهبيتورز بتنفعني بالذات في المينتنس لان هي اوريدي اصلا اف دي ابروفد فور اتوبيك درماتايتس سواء البايميكرولامس او التاكرولامس. السيستميك ستيرويدز هستخدمها لما يكون في فلير، طبعا في حاجه لازم لما اجي هنا مثلا في امتحان وبكتب لازم اقول بقى الكالسيوم انهبيتر زي بتشتغل بالطريقه الفلانيه وهستخدمها بالطريقه الفلانيه، سيستميك ستيرويدز اللي هي ميكانيزم اوف اكشن الفلاني وهستخدمها في الدوز اللي هتبقى لو دوز اللي هي نص ملي جرام او اقل كمان لما يكون في فلير واوقفها. طب ايه الحاجات السيستميك الثانيه؟ ساعات في الحالات السفير ممكن ادي سايكلوسبورين، السايكلوسبورين من الحاجات اللطيفه جدا اللي بتنفع بالذات في الحالات السفير، وبعض الناس بتدي ميتريكسيت. هو العلاج مني بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على البيشنت اديوكيشن، افويد الفاكتورز اللي ممكن تزود، ما تنساش موضوع الستاف اوريس ديكولونايزيشن، اهم حاجه همشي الحاجات على طول الايمولينس مع الانستراكشن بتاعتها مع البيثنج بيهيفير، واخد بالي لما يكون في اتاك او فلير ممكن استخدم توبك الستيرويد، ممكن ادي سيستميك ستيرويدز لو اتاك سيفير، عشان اعمل مينتنس ممكن استخدم كالسيوم انهبيتورز، ولو الحاله ريكالسيترنت وما بتحسنش ممكن ساعتها استخدم السايكلوسبور. بعد ما اتكلمنا عن التوبيك درماتايتس من كتاب دكتور احمد كامل، عايزين بقى نبص عليها في بولونيا كده عشان في شويه حاجات هنزودها او ناكد عليها. البي دي اف ده متاخد من بولونيا على بعضه، فالمهمين نبص على الحاجات اللي هنقولها اللي هي هايلايتد بالاصفر، وطبعا نبص على الصور برضو لان الصور بيبقى فيها حاجات كلينيكال كويسه. لما نيجي نبص اول حاجه الجزء بتاع الديستريبيوشن باترن اوف اتوبيك درماتايتس اند ريجنال فارينس. ريجن فارينس دي مهمه في ايه؟ زي ما احنا قلنا الاتوبيك درماتايتس ليها شكل كلاسيك اللي هو الانفانتايل وتشايلد وادلت، وقلنا الانفانتايل شكله ان هو الاكيوت التشايلد السب اكيوت والادلت الكرونيك، وقلنا برضو ان في حاجه اسمها دايجنوستيك كرايتيريا، في حاجه اسمها اسوشيشنز، والاسوشيشنز كانت زي مثلا كيراتوزيس بايلاريس داني مورجن انفرا اوربيتال فولد بتراز البا الحاجات دي كلها. لكن برضو الاتوبيك درماتايتس لما تيجي في الجسم في اماكن معينه بتيجي فيها بيكون ليها شكل مختلف شويه او مميز، دي بقى الريجنال فارينس. الاولهم زي ما هنبص على الصوره كده الهيد اند نك درماتايتس، باين من اسمها هي جايه مينلي في البيشنت في الفيس اند نك. طب ايه المميز فيها؟ ان هي عاده بتيجي بعد البيبرتي، والحاجه المميزه جدا فيها ان ليها علاقه بالملاسيزيا، فالبيشنت ده هيتحسن لو اخد انتي فانجلز. وكده الملاسيزيا ليها رول في كذا حاجه، احنا قلنا قبل كده في الانفكشنز ان الملاسيزيا كانت بتعمل البتريازيس فيرسيكولر، وقلنا برضو ان هي بتعمل السيبوريك درماتايتس وعشان كده ليها علاقه بالداندرف والسيبوريه عامه. وبرضو دلوقتي هو بنقول ان هي علاقة بالهذا النك درماتايتس اللي في الاتوبي، وبرضو هيبقى ليها علاقة بالكونفلوت اند روتيكولت بابيلوماتوزس. فادي اول حاجة اتكلمنا عليها ريجنال فاريانت اللي هي الهيد النك درماتايتس. تاني حاجة الاي ليد اكزيما. الاي ليد اكزيما ان البيشنت يجي عنده مشكلة في الاي ليد، هنتكلم بعد شوية ان في ديفرنشال دايجنوزس لاسباب الاكزيما اللي تيجي في الاي ليد، لكن المميز في الاي ليد اكزيما بتاعت الاتوبيك درماتايتس ان فيها بروميننت لايكنيفيكيشن. معظم الاسباب اللي بتعمل الرجي او اكزيما في الايليد بتكون حاجات شكلها مدي على اكيوت او سب اكيوت اكتر، لكن حاجه اللي تيجي في شكل كرونيك ولايكنيفيكيشن هي الايليد اكزيما بتاعت الاتوبيك درماتايتس. برضو بيكون عنده دراينس في الليب، فبالتالي بيبقى عنده تشابينج وبيلينج وفيشرينج، ولما يجي البيشنت يحاول ان هو يعمل مويسترايزيشن الحته دي بلسانه كده يعمل ليكنج فيسود عليها الاريثيما فيعمل حاجه اسمها ليب ليكرز اكزيما. الديس هيدروتيك اكزيما ممكن تيجي في حاله الاتوبيك درماتايتس، احنا قلنا قبل كده الديس هيدروتيك اكزيما قام ان هي تبقى ايد رياكشن للتينيا بيدس، لكن برضو ممكن تيجي في حاله الاتوبيك درماتايتس اللي هي اسمها التاني بومفليكس بيبقى شكلها ديب سيتد فيزيكلز بتبقى ايتشي واكتر على السايد اوف فينجرز. جوفينايل بلانتر درماتوزز كومن في الاطفال اللي عندهم اتوبيك درماتايتس ان تلاقي فيه جليزد اريثيما وسكيلينج في البلانتر فور فوت في الحته في السول من تحت بس الحته القدامانيه دي اسمها جوفينايل بلانتر درماتوزز. نيجي بقى على الصوره اللي جنبها اللي هو من ظهره بدا بالاير اكزيما. الاير اكزيما بقى عنده اريثيما سكيلينج اند فيشرنج، ممكن على تروريكولر برضه سكيلينج ومعاها بكتيريال سوبر انفكشن، والحته دي كنا جبنا سيره حاجات شبهها قبل كده، يعني مثلا فكره الانفكشن قلنا قبل كده في حاجه اسمها ستريبتوكوكال انترترايجو وكان الصوره شكلها كلاسيك بتاعتها اللي في الكتاب اللي هي كان في فيشرنج ريترو اوريكولر وفي بكتيريال انفكشن.
فكرة برضو ان الاير يكون فيها اكزيما قلناها في الفوتوديرماتوزس، كان في حاجة اسمها جوفينايل سبرينج ايروبشن اللي هو كانت الاكزيما لوكالايز للاير وبتجيله كل شوية. بعد كده في النيبل اكزيما برضو ممكن تحصل مع اتوبيك ديرماتيتس. الحاجات المهمة وبتشوفها كتير فريكشنال لايكينويد ايروبشن، لما تيجي تبص على القلب والني وتلاقي البيشنت الاتوبيك عنده مالتيبل سمول فلات توبت سكين كولرد او بينك بابيولز، ممكن تيجي كمان على الدورسوم اوف ذا هاند، دي اسمها فريكشنال لايكينويد ايروبشن. يعني دي عادة لما احنا بنشوفها في ناس كتير بتحط فيها على طول لايكينيتيدس، لكن لايكينيتيدس لما بيجي اكتر على الدورسوم اوف ذا هاند بيبقى بين بوينت بابيولز، لكن هنا دي بتبقى فلات توب بابيولز بس جاي اكتر على قلبه والنيه، ممكن تيجي على الدورسم في عين اتوبيك. فالعين اللي عنده اتوبيك ديرماتيتس اوريدي لقيت عنده بابيولز على قلبه والنيه، لازم احط اول ديفرنشال بالنسبه لي فريكشن لايكينويد ايروبشن، والحقيقه ده مش ديفرنشال، هو ده جزء من الاتوبيك ديرماتيتس اللي عنده. برايجو لايك ليجنز، العين اللي عنده اتوبيك ديرماتيتس لما يجي له حاجات زي برايجو نوديلاريس بنقول برايجو لايك ليجن، فهي شبه برايجو نوديلاريس بالظبط. اتوبيك هاند اكزيما، ان هو اللي عنده اتوبيك ديرماتيتس سهل يجي له اكزيما في ايده، وبتكون عاده سوبر امبوزد على الكونتاكت ديرماتيتس، يعني هو اوريدي العين الاتوبي هو اتوبيك من الاول، وبعدين بلس بقى ان هي اتوبيك انها بتشتغل في البيت وجاي عليها اريتيشنز على ايديها والميه والصابون والكلام ده، فالموضوع بيزيد عليها قوي، فبقول عندها اتوبيك هاند اكزيما. الديسكويد اكزيما قلنا ان هي بتيجي اكتر ممكن مع حاجات بكتيريال انفكشن، بس ممكن تيجي في عين الاتوبيك ديرماتيتس وبتبقى ويل ديفايند كوين شيبد اكزيماتس بليكس او ليجنز، وبقى فيها طبعا اتشنج واضح. كل دول ايه؟ كل دول ريجنال فارينتس اوف اتوبيك ديرماتيتس، ممكن بيجوا مع العين اللي عنده اتوبيك ديرماتيتس بس بيجوا في جزء معين، فلما اشوفهم لازم ابقى عارفهم وما اتلخبطش فيهم. بعد كده في صور بقى هبقى نبص عليها، يعني مثلا في صوره هو البوست انفلاماتوري هايبو بيجمنتيشن، والصوره دي لطيفه لان الاتوبيك ديرماتيتس ممكن يسيب بوست انفلاماتوري هايبو، ولما اشوف منظر زي ده ممكن افكر يا ترى ده بتريز قلبه ولا ده بوست انفلاماتوري هايبو بيجمنتيشن بتاع اتوبيك ديرماتيتس ولا ده مايكوز فانجويز. طبعا البتريز قلبه بيبقى فيها سكيلينج اكتر شويه، تيجي مينلي على الفيس اكتر، مش تبقى بادئه اريثيماتس قوي، في اريثيماتس فيس بس مش واضحه قوي، انما هنا البيشنت هيدي هيستوري كان عندي اتوبيك في المكان ده وقلب بالهايبو. طبعا لو في شك هناخد بايوبسي عشان نحط في الديفرنشال بتاعنا هايبو بيجمنتد ام اف. برضه هنا جايبين في طفل دارك سكين بيقول لك نوت ذا فوليكولر بروميننس اون ذا ترانك، لان زي ما قلنا في الكلام ان في حاجه اسمها بابيلر اكزيما او جوست لايك سكين او فوليكولر بروميننس، يبقى اكتر في عين الاتوبيك ديرماتيتس في الدارك سكين. بعد كده هنلاقي في مكتوبه في التكست نفسه ريجنال فارينس معمول هايلايت على نفس الكلام اللي احنا قلناه دلوقتي اللي شرحناه على الصوره، معمول هايلايت تاني على الكلام بتاعه، وبرده نبص على الصور اللي موجوده عشان نبقى عارفين الاشكال كلينيكال ايه. لما نيجي نقلب تحت كده هنلاقي في حاجه اسمها صوره بقى تانية كبيره جدول كده اسوشيتد فيتشرز اوف اتوبيك ديرماتيتس، دي اللي احنا قلناها في الشرح بس انا حطيتها على الصوره عشان تبقى اوضح شويه. يعني قايل لك في الوش كان في سنترال فيشال بالر قلناها بتلاز قلبه اللي هي كانت ال ديفايند هايبرمنتد ماكيوز ممكن معاها سكيلينج، الداني مورجن انفرا اوربيتال فولد ولا بتيجي اكتر في الدارك سكين بتيجي اكتر مع اتوبيك ديرماتيتس، البيري اوربيتال داركنينج ان قلنا بقى عنده في داركنينج حوالين العين، الانتيريور نيك فولد بوست انفلاماتوري هايبو او هايبر بيجمنتيشن، لسه شايفين صوره للهايبو وقلنا الهايبو ده ممكن ساعتها يلخبطني في تريز قلب او هايبر بيجمنتد ام اف، كاتوزيس بايلاريس، الفوليكولار بروميننس لسه برضه شايفين الصوره بتاعتها وقلنا فوليكولار بروميننس هي جوست لايك سكين بتبقى اكتر بالذات في الدارك سكين، بالمر بالمر اند بلانتر هايبر لينياريتي، احنا كده قلنا في حاجتين في البالمز والسولز، بالمر اند بلانتر هايبر لينياريتي دي حاجه، ممكن في السول لوحدها اللي هي جوفينايل بلانتر ديرماتوزس، الزيروز وقلنا ده كان واحد اصلا من الماينر كريتيريا، الاكثيوس فالجاريس لان اتفقنا الفلاجرين جين بيتاثر هنا وهنا فبالتالي ممكن يجوا الاثنين مع بعض. هنقلب برضو كده شويه هنلاقي في صور تانية نبقى نبص عليها. بعد كده هنوصل لصفحه 10 في البي دي اف اللي هي الجزء بتاع التريتمنت، احنا التريتمنت دلوقتي اتكلمنا عليه بس عايزين ناكد على كام حاجه. اول حاجه هنا في صوره كده لطيفه اللي هي فيها زي اشاره المرور بيقول لك مانجمنت بلان فور اتوبيك ديرماتيتس، اول حاجه لما يكون في اكتيف اكزيما بعمل ايه؟ بستخدم ديلي يوز اوف توبيكال كورتيكوستيرويد او ابروبريت سترينث انتل كومبليتلي كلير، بدي كورتيكوستيرويدز سترينث مظبوطه لحد لما اقضي على الاتاك اللي موجوده دلوقتي، ممكن تزود انتي هيستامين بس هي مينلي عشان ايه؟ سيتيف افكت. ممكن ازود انتي بايوتيك لو كان في سوبر انفكشن، احنا اوريدي قلنا ان السوبر انفكشن كان من الحاجات المهمه سبيشال فكره الستاف كولونايزيشن اللي كانت موجوده في اكتر من 90% من الناس، واتفقنا ليه حصل اصلا ستاف كولونايزيشن ومشاكل البارير والكلام ده. بعد كده هاي ليفل مينتننس، انت الاماكن الهوت سبوتس اللي هو كان بيظهر له فيها على طول اتوبي حتى بعد ما تحسن محتاج مينتننس، قلنا اشهر حاجه في المينتننس ايه؟
الكالسين يورين انهبيترز دي احسن حاجه. عايز تعمل انترميتنت يوز اوف ميد بوتنس توبيك ستيرويد ممكن، بس احسن حاجه والاف دي ابروفد وكويسه جدا الكالسين يورين انهبيترز. فكل البيشنتس عامه بقى بغض النظر هوت سبوت او عاديه محتاجه انا على طول ايمولينتس عشان احافظ على البارل، لان زي ما اتفقنا ده جيناتيك ديفكت، انا مش في ايدي اصلح جين لكن في ايدي اعوضه بالحاجات اللي ناقصاه. قلنا اشهر حاجه ناقصاها هي السيراميد. تاني حاجه ان انا افويد تريجرز، فكره ان هو ما يستحماش مثلا بصابون لما يجي ينشف ينشف طبطبه، ما يستخدمش غير لبس القطن والكلام ده كله. لما نيجي نبص بقى على الكلام نفسه تريتمنت، انا عامل هايلايت على كام حاجه زي مثلا التوبيك الكورتيكوستيرويدز كاتبين ان هي فيرست لاين فارماكولوجيك ثيرابي، لان فعلا هي فيرست لاين لو في اتاك موجوده. ميكانيزم اوف اكشن بتاعها اخباره ايه؟ انا لما اجي اختار بختار لازم بوتنسي مظبوطه، على حسب انا مختار حاجه في مثلا في الفيس وفلكشرز ولا في السكين. البيشنت اصلا الليجن بتاعته اخبارها ايه؟ هل انت بتتحسن فبتقلل بوتنسي عشان بتعمل تيبرنج، ولا انت لسه مستخدم هاي بوتنسي في الاول عشان تعمل كنترول؟ كل دي حاجات بتاثر في اختيارك للبوتنسي بتاعه الاستيرويد. لما نيجي نخش على الكالسيوم انهبيترز، زي ما قلنا هم اف دي ابروفد، في عندها نوعين تاكرولمس وبايميكرولمس. تاكرولمس اللي هو 0.03% و 0.1%، ده اللي هو اسمه في السوق بروتوبيك، ده اللي موجود في السعوديه مش موجود في مصر، في منه تركيزين. في مصر موجود التارولمس او تراكزيمس، لكن اللي في مصر التارولمس او تراكزيمس هم التركيز الاقل اللي هو 0.03، احنا ما عندناش 0.1% في مصر من التاكرولمس. البايميكرولمس هو 1% اللي هو الاليدال، وزي ما باين التاكرولمس للمودريت سيفير الاليدال في المودريت، والتاكرولمس اوينتمنت الاليدال كريم. طب ايه مثل التوبيك الكالسيوم انهبيترز؟ طبعا ميكانيزم اوف اكشن معرفينهم ثيرابيوتكس، طبعا ميزتهم ان هم ليهم انتي انفلاماتوري افكت زي الاسترويد، بس ما بيعملوش السايد افكتس، فبالتالي ممكن استخدمهم في الثين سكن، في ريسك اوف اتروفي، استرايات الانجكتيزيا، ممكن استخدمهم في المينتنس في العين اللي محتاج ياخد على طول كتير، لان لو استخدمت استرويد كتير هيحصل سايد افكت، فبالتالي بستخدم التوبيك الكالسيوم انهبيترز. واهم سايد افكت فيهم ايه؟ هو اللوكال ستينجنج اند بيرنينج، عشان كده بنقول للبيشنت تحط الانبوبه في الثلاجه وتطلعها من الثلاجه تستخدمها، لان ده بيقلل حرقان شويه. لازم افهمه في الاول انت اول ما تحطها هتحس بلسعه، لكن لما تكون حاططها في الثلاجه وتطلعها من الثلاجه ده بيقلل اللسعه شويه. من ضمن اللاينز اوف تريتمنت المهمه جدا الكريزابارول اوينتمنت. كريزابارول اوينتمنت مهم ليه؟ لان هو لسه طالع جديد، هو فورس لاي استريس 4 انهبيتر ليه انتي انفلاماتوري افكت، هو اف دي اي ابروفد، فبالتالي ده نيو لاين اوف تريتمنت من ضمن اللاينز اللي يعني في كلام كتير جدا عليها دلوقتي، فبالتالي مهم نبقى عارفينهم. في حاجه اسمها كريزابارول اوينتمنت ان هو فوسفولاي استريس 4 انهبيتر هو اف دي اي ابروفد من اول سن سنتين. الفوتوثيرابي لاين مهم جدا، كتير قوي بيشنت تجي لي بديه توبيك استيرويد يتحسن ويرجع تاني، يتحسن ويرجع تاني، وماشي على الايمولينز ومفيش فايده، بدخله فوتوثيرابي. النارو باند من الحاجات الكويسه جدا، والبرود باند بتقلل الاتشنج وبتحسن البيشنت. مش كده عاده المفروض البيشنت الاتوبيك بيتحسن شويه في الصيف ممكن، لانه بيتحسن مع السن اكسبوجر اللي بيتعرض له. طبعا لو انا مثلا بكتب في امتحان او حاجه لازم هقول له فوتوثيرابي، هقول له انواعه ايه، هقول له بيشتغل ازاي، وهستفيد ايه في البيشنت، او امتى هستخدمه في البيشنت ده. ضمن الحاجات اللي اف دي ابروفد الجديده احنا قلنا اول حاجه كانت كريزابارول اوينتمنت. الحاجه الثانيه مهم نبقى فاكرينها الدوبيلوماب، ان ده مونوكلونال انتي بودي ضد انترلوكين 4، فبالتالي بيقلل ال تي هيلبر 2، فبيقلل ال اتوبيك ديرماتيتس بالذات في الادلتس في الحالات السيفير. يبقى انا التو نيو لاينز اوف تريتمنت لازم اعرفهم عشان ممكن اتسال عليهم او حد بيشنت يقول لي عليهم، الكريزابارول اوينتمنت والدوبيلوماب. ممكن لسه اعتقد مش موجودين في مصر قوي، بس يعني مع الوقت هيكونوا موجودين اكيد. اول حاجه كريزابارول اوينتمنت اللي هو فوسفو داي استريس 4 انهبيتر، الدوبيلوماب اللي هو انترلوكن 4 انهبيتر، فالاثنين شغالين على الفور اهو، ده فوسفو داي استريس 4 وده انترلوكن 4. سايكلوسبورين قلنا برضو لما اتكلمنا من كتاب دكتور احمد كامل، السايكلوسبورين من الحاجات اللطيفه جدا لما تكون انت عندك ريزيستنس في تريتمنت تدي سايكلوسبورين. ميزته ايه؟ ان هو بيعمل رابيد كنترول، عيبه ان انت ما بتعرفش تستخدمه فتره طويله. ليه مش عارف تعرف تستخدمه فتره طويله؟ عشان السايد افكتس اللي هي نيفروتوكسيستي وهايبرتنشن، فبالتالي زي ما هو كتب لك هنا mainly used as short term treatment serving as a bridge between other therapies. انت ماشي على تريتمنت مش جايب نتيجه او مش عارف تعمل كنترول، هستخدم السايكلوسبورين اعمل بيه كنترول لحد لما اشوف لاين تاني اكمل عليه. فالسايكلوسبورين لما بديه انا مش بديه ولا اكمل عليه طول العمر، انا بديه عشان اعمل كنترول لحد ما استخدمه كبريدج عشان اقلب على حاجه تانية. طبعا اهم حاجه تابعها في السايكلوسبورين رينال فانكشنز والهايبرتنشن. برضه حاليا في الاخر في شويه صور كده عايزين نبص عليها نشوف عشان الكلينيك يعني نبقى عارفين اشكال بتيجي ازاي في الاتوبيك دراماتيتس.